مرحبا. وحيد القرن السوماطري صار من الحيوانات المنقرضة بماليزيا بعد موت آخر أنثى بالسلالة بالبلاد بعمر 25 سنة، وحصل العلماء على خلايا منها من أجل تعاون محتمل مع إندونيسيا لإعادة إنتاج الأنواع المهددة بالانقراض من خلال التلقيح الاصطناعي. وبحسب تقديرات المعنيين بالحفاظ على البيئة، بيعيش حاليا عدد بيتراوح بين 30 و 80 وحيد قرن سوماطري، معظمه بجزيرة سوماطرا الإندونيسية وشطر الإندونيسي من جزيرة بورنيو. نرجع لأحوال طقسنا، فعم يكون غائم جزئيا بشكل عام، ودرجات الحرارة عم ترتفع شوي، حتى عم تصير أعلى من معدلاتها بأغلب مناطق سوريا. ليلا عم يبقى الجو بارد، ويحذر من تشكل لسقيع بالمرتفعات الجبلية والضباب بالمناطق الداخلية. بالنسبة للرياح، عم بتكون غربية لشمالية غربية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل ل 10 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة فعم تتراوح بين 60 و 95%. البحر عم يكون خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 13 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 3 العليا 12 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية، رح ننتقل سوا لنشوف. بالمنطقة الجنوبية بالسويدة طقس غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بدرعة بين 6 و13 درجة. أما بالنيترا فدرجات الحرارة عم بتسجل دنيا 2 العليا 10 درجات. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما رح ننتقل سوا لنشوف طقس كيف عم بيكون. عم بيكون غائم جزئيا أيضا، ودرجات الحرارة بمدينة حما عم بتسجل دنيا 4 العليا 12 درجة. كيف عم بيكون الجو على ساحل بطرطوس والأزقية؟ رح ننتقل سوا لنشوف. عم بيكون في احتمالية لتساقط الأمطار. درجات الحرارة عم بتسجل بليو اسكندرون دنيا 8 العليا 13 درجة. كيف عم بيكون الجو بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب؟ رح ننتقل سوا لنشوف. غائم جزئيا بشكل عام، ودرجات الحرارة بحلب عم تتراوح بين 2 و 11 درجة. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون طقس المنطقة الشرقية. بالرقة الجو عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تسجل بالحسكة دنيا 2 العليا 10 درجات. أما بدير الزور أخيرا الجو عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 4 و 12 درجة. هي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع، انتظروني بكرة. باي.